لو بعض الصحف مش هتلاقي النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده عايز اقول المنافذ الاعلاميه اللي تقدر تسنده بشكل قوي جدا، اقولهم طبعا قناه النادي الاهلي، وكلنا في الحقيقه هنطلع بتيشيرتات النادي الاهلي كمذيعين هنا في القناه، علشان نوع من انواع المسانده للفريق خلال المرحله الحاليه، واللي كان ماشي بشكل جيد جدا. وفي الحقيقه هي هزيمه قدريه غريبه جدا بعد الاداء اللي اداه النادي الاهلي في ارض الملعب، للاسف ما مسكناش كوره خالص، الامور كانت صعبه وكان داي اوف بالنسبه لكل اللاعبين يعني. لكن الاهم ان انت تساند الفريق خلال المرحله المقبله. البعض بيتكلم عن مجلس اداره النادي الاهلي، لكن هنا السؤال هو مجلس اداره النادي الاهلي اثر في ايه مع الفريق؟ صفقات كانت موجوده، لاعبين على اعلى مستوى بمبالغ كبيره جدا موجودين، طياره خاصه للفريق في رحلته لجنوب افريقيا، وفي الحقيقه هي رحله طويله جدا وفرها مجلس اداره النادي الاهلي. فبالتالي ممكن يكون بعض الاعلاميين او بعض الصحف والمجلات عايزين يحاربوا مجلس اداره النادي الاهلي، وفي الحقيقه احنا مش مع مجلس اداره النادي الاهلي الحالي بس، احنا مع كل مجالس اداره النادي الاهلي على مدار التاريخ، وخصوصا ان مفيش خلافات اصلا ما بين خلينا نتكلم صراحه كده، ما بين كابتن محمود الخطيب ومهندس محمود طاهر، اهلاوي محترم واهلاوي محترم والاثنين مخلصين جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لكن الاعلام دايما في مصلحته بيساند الشخصيه اللي مصلحته معاها، فدي امور مش عايزين نركز عليها بشكل كبير، لكن الاهم خلال الفتره اللي جايه